لكم كيف يا غانم؟ أنت في سانتوريني ولابس كندورة؟ بقول لكم فعلا أنا في مكان كأنها قطعة في اليونان، ولكن إن هي في دبي مطعم سي ريستورنت. خلونا نشوفه وياك. مطعم سي ريستورنت في قلب دبي النابض، شارع الشيخ زايد، وكأنه بوابة عبور لك من دبي إلى اليونان. وراها الأبواب الضخمة، عالم مطابق تماما للفن المعماري اليوناني، ووجهة جميلة لمحبي التصوير، لأنه كل زاوية فيه يباله تصوير. واليوم فيه عبارة عن فعاليات وأكل وخدمة ممتازة، وكل أنواع الأطباق موجودة هنا، الأكل العربي واليوناني والأوروبي والتركي والأكل البحري. والحلو أنك تقدر تيب سمكتك والشيف يطبخ لك إياها هنا. مثل ما شفتوني قبل شوي خط جولة في المطعم، وكل زاوية جميلة وما تقدر تفضل طاولة عن طاولة. المكان جميل جدا وعائلي. تشوفون الأكل هني متنوع عندهم من جميع أنحاء العالم، ولولا الخدمة بعد ما يينا. شوفوا يساعدونكم في أي طبق يصعب عليكم تقطيعه. والحين بنيرب وبنعطيكم رأينا. قبل لا أكل سيت أخبركم أن هذا الطبق طبق سلطة مشهور في اليونان، والأطباق الثانية لكل طبق يوحي للدولة. وبناكل وبنعطيكم الرأي إن شاء الله. دائما يوم نقول مقبلات تي في بالنا تبولة، فتوش، شوربة أو سلطة، بس اليوم لو تلاحظون حاطين لنا سمك السبريم. هذا أتوقع هالي أصحاب الأشخاص اللي يحبون يأكلون أكل الني، بتعيبهم هذه الأطباق. وعندهم هني الورق عنب، هذا لازم نقرره، لازم ما يكون عنا بعيد قريب، لأن هذا يعتبر اليوم طبق عربي وكلنا نقدر نأكل منه. لو نلاحظ أن هني الورق عنب، لاحظوا يا ربيان، هذا شيء جديد، وأنا من النوع اللي أحب أخوض هذه التجارب. لذيذ الصراحة، تعرفون أنتوا الورق عنب ناكل ويا أي شيء، لأنه هو عيش، والعيش ناكله سواء ويا الربيان والدياي أو اللحم. طريقة التقديم عندهم جميلة جدا، والبرزنتيشن بتحسوه غريب، بس خذوا هذه التجربة وبتعيبكم. من عقب المقبلات اللي كلناها، هذه الأطباق مش الرئيسية، هاي تمهيداً للأطباق الرئيسية وبخبركم عنها. جبنة حلوم معروفة، هاي مسقعة يونانية اسمها، مكونة من بشاميل وبعض الشغلات اللي بنشوفها الحين. وهذا برسكت لحم، ولكن مسواي بطريقتهم ولمساتهم الخاصة. وهاي الكبة اللي معروفة عنها، بناكل وبنعطيكم الرأي. اللي يميزها المسقعة اليونانية انها بالبشاميل، ونحن يوم نسويها نسويها من غير بشاميل،
والطعم دائما هو اللي يفرق معاك ويحسسك انك انت جالس تاكل اكل يوناني. كل الأطباق اللي بتحسون أنها مميزة، الأطباق هذه اليونانية، والطبق هذا الجميل اللي يعتبر لحم البرسكت. الكبة تقدرون تأكلونها في كل مكان وتحسوا بها نفس الطعم، بس هذه الأشياء لا تفوتونها. نفس ما شفنا قبل شوية، هذا كان العرض الجميل لسمكة الهامور، هاي الطريقة اليونانية، وفي نفس الوقت قدمونا هذا اللحم توماهوك وهاي الريش، ويقدمون البيبي تشيكن اللي أحلى من كذي. العرض اللي قدمونا إياه قبل شوية، دائما الأكل الجميل واللذيذ يباله مثل هالعروض في الكلورية. عندهم طريقة التقديم، دائما يما أقول لكم الخدمة لها دور كبير في المطعم. شو وش قدمونا إياها، قالت دائما يما نصيد السمكة تكون بمثل هذه الطريقة وناكلها مرة واحدة. السمك عندهم يفوز صراحة، لأن اللي موجود هني شيء غريب وعجيب، حتى في الطعم مو بس في الشكل البرزنتيشن، وأنا واحد من محبي الأسماك.
طريقه تقديم السويت عندهم جدا مختلفه، جايبين لك يا شكل صندوق قديم. بس شو نوع السويت اللي داخل الحين بنعرف عشان ارويكم اياه. لازم نخوز الدخان شويه. خوز الله، شوف شوف ان شاء الله يطلع كنز عاد. اكون صريح وياكم، انا مراتي ما اشوف الحلاوه او الشوكولات بهذه الطريقه ما اتشجع اني اكلها، بس انجبرت عشان خاطركم. يوم اني كلت صراحه ما ندمت، حلو ولذيذ. انا خلصت الاكل، ولكن الفعاليه اللي بيني وبينهم بعدها ما خلصت. مفاجاه خلكم ويانا. عقب ما خلصت الأكل، هذه الفعالية والفقرة اللي جاي أنا عشانها. هذه تعتبر من التقاليد اليونانية، تكسير الصحون، وهذه الصحون ما تنهدر، للعلم يتم إعادة تدويرها. وحين بنخوض هذه التجربة وبنشوفها الحين. إذا أنت يوم من الأيام جاي معصب وتبغى تفتح حرتك وتبرد فؤادك، روهم كيف يصورون الصحون بهذه الطريقة. شوف، دائما نشوفها في الفيديوهات. مبروك، تستاهلون ناموس. دبي هي عالم في عالم آخر، هذا اللي أنا أقدر أقول لكم إياه من عقب وجهتنا هذه. نشوفكم في عالم آخر، مع السلامة.